أنا أطالب بحق ابني، حق ابني لا أريد أن يضيع، لا أستطيع أن أصبر على ابني. من يوم اختطاف ابني وأنا مصدومة، لم أعد أعرف وجهتي، لا من أين أتيت ولا من أين سأذهب. أريد حق ابني، أريد حق ابني. أطالب السلطات وأناشد المغاربة جميعا لمساعدتي. الدرك الملكي قاموا بواجبهم وهم يبحثون معنا ليلة كاملة يوم الاختطاف. ابني اختطف، اختطف من المكان، لم يذهب إلى المكان الذي رمي فيه، لم يعرف ذلك المكان ولم يستطيع أن يصل إلى ذلك المكان ولم يسبق له أن ذهب إليه. وكيف لطفل صغير أن يصعد الجدار حتى يصل إلى الضياء؟ الجدار عالي جدا، الضياء لها سور، سور كبير لكن أبوابها مفتوحة. لم أشك في أحد، لا لا لم أشك في أحد أبدا. أطالب من المغاربة فقط مساعدتي، مساعدتي على حق ابني. لا أريد، لا أريد أن يضيع حق ابني. ابني صغير بريء، بريء لا يستطيع أن يصل إلى تلك الضياء. لا أريد أن يضيع حق ابني، لم أصبر على ابني. أطالب، أطالب، أطالب بإعدام قاتل ابني، أطالب بالإعدام. لا تنسوش تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.